اتصال من ام عواد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا انا مبسوطه وسهلا. جدا ان انا كلمت حضرتك. الحمد لله، اهلا بيك يا ام عواد، اتفضل. والله انا ست كبيره، عندي 63 سنه، ايوه ومريضه قلب، عضله القلب عندي 35%، ومريضه ضغط. الف سلامة. كان عندي ابن وحداني وبنتين، وعايش معايا بقاله 13 سنه، كنت كويسه جدا معاه، وانا وابوه ومراته كويسه صاحبه كده، وشاركت له حته ارض وما فيش ولا جمعيه تانيت فيها، وانا كنت في الخدمه وبنى البيت من ورايا مشطب وحب يتنقل كده، بالرغم ان احنا شغالين له كويسين وكويسين مع ما فيش اي مشاكل، طب ايه اللي وانا حصل؟ تعب لوحده كده والله، ووقفت عرفات بهدلني لوحده، اتشاكل هو واخته وشتموا بعض اكبر الشتام، ووقفت عرفات ولا نزلني ولا كان معايا ولا اي حاجه ولا محتاجه، هو ساكن بعيد ولا عنك يا حاجة؟ ساكن ده بعيد عنك؟ عايش معايا في البيت، يعني هو موجود معاكي دلوقتي في البيت ما مشيش؟ ده بقول لهم بعدين، اقول لهم بعدين، عايش معايا في البيت. طيب هو من يوم وقفة عرفة اللي فات ده ما قطعك ولا ايه؟ ما قاطعني وما بيكلمنيش ولا يسلم عليا، يبقى قاعد مثلا ابوي يقول له السلام عليك، وانا ما عملتلوش حاجه، طب وكان سبب روحه فيا وبيحبني وما فيش اي حاجه، وكنا سرنا مع بعض، ومراته وما كويسه معانا، طب ومراته كويسة، امال في ايه؟ مراته كويسه ما اعرفش، بس هي سلبيه يعني، تقول لي كان اعمل له ايه، ما عملش ايه طيب ولا اي حاجه. هو ومن اللوم يوم عليه هو مش على مراته، عشان بس نفهم. طب هو انتوا مثلا لما اتخانق مع اخته انتوا ليه اخته، اتخانقتوا؟ هو كثير الكسوفات ليه يعني، ما اجي يكلمني انا يكسفني، فانا ايه بيتحرق دم فبعيط كذا مره بقى، يعني بقى كسوفي كسوفي كسوفي، بقول له يا ابني انت ما تحرقش دم وما تكسفنيش، ما تعملنيش كذا. فانت اخته ما قالت له يا ماما خلاص يا هاني اطلعي فوق يا هاني. ماما بتكسفها ليه؟ كل شويه تحرق دمها، وهو بتلاشك زي تحت ما سكر، انها هي فاشله يا دي كذا، وعايرها ان كذا، وهو شتمها طيب وهي هو شتمت اتخانق كذا. مع اخته، انت ذنبك ايه كأمه؟ ما هو بيكسفني، كل شويه بيكسفني بيكسفني، فهو بقى زي بقى كده، يكسفها وجات يكسفها وقفت من عرفات ايه؟ راح يحرقها. لحماته وعايد عليهم وعمل طيب في العبور سؤالك ايه بقى؟ ودفنه، ايوه، فانت وانا زعلتي منه يعني؟ زعلت منه، ما مش فلما دي اول زعلتي مره. منه قطع يتكلم معاكي؟ بس طب وقعد وقعدتي؟ بقى يا استاذ دعاء من ساعتها بقى كده، هو مصمم ان هو يمشي يروح بيته اللي انا بنيته له بفلوسي وحاجتي وبنتي، وما تهمتش ولا بجنب اي ولا باي حاجه طب ما تعيطيش كده، ولا باي حاجه، وانا بزعل ان هو ما يعكس انت عليه. بتعيطي ليه؟ هو اللي يعيط، ما تعيطيش، بتعيطي ليه؟ احنا ما اجمدي عيطوش، شوية. شعري يسخن كده، والضغط بيعلى عليا، وانا غدرت الارض 35%، طيب خلينا فانا نرد عليه. طيب الشيخ، اعمل ايه اسمعي بقى اعمل كلام ايه؟ الشيخ، اسمعي بقى اسمعي كلام محمد. الشيخ أشرف، وما تعيطيش، ده موضوع بسيط ما فيش حاجة، هو يعني ايه كرامته نقح عليه شوية مش عارفة ايه، فاسمعي بس الشيخ أشرف ينصحك كده واسمعي. الاول لازم، عايز بس اقول للحاجه حاجه تاخد بالها، لازم الاول في بعض الاوقات الانسان لما بيوصل الى مرحله المرض لازم بنقول له، تقول لنفسك انا اولا، انت اولا مش هو اولا، هو يزعل يغضب مش انت اللي محتاجاها. صح. اوعى اي ام ولا اي اب يفكر هو محتاج لاولاده، ابدا، ده هم اللي محتاجين، الابن والاب والابن والبنت هم اللي محتاجين الاب والام، عشان برضاكي انت عنه ربنا هيفتح له كل الابواب المغلقه، وبغضبك عليه هتغلق في وجهه كل باب مفتوح، حتى وان ظهر ان الدنيا كلها مفتوحه والدنيا كلها كويسه. فانت ما تقلقيش من الحته دي، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم، انت ست مريضه بتقولي عندك القلب وعندك مشكله ضعف في عضله القلب وعندك لا، ضغط ده وعندك الزعل كذا، على القلب ده لازم تطلعي خطر. بره القصه دي كلها كل يوم ركعتين بالليل، وتسالي من ربنا ان يهدي اولادك، يهدي ابنك وبنتك، يهديهم ويصطحلهم وتدعي لهم. ايوه انت بقى حاسه انك انت محتاجه لابنك قوي وعندك نقطه ضعف، لان في بعض الامهات بيبقى عندها نقطه ضعف الابن اللي هو الولد يعني، فبيبقى عندها نقطه ضعف عايزاه يكلمها، عايزاه مش عارف ايه، في ناس، في امهات كده ضعيفه، فاحنا دي اللي زي دي بنقول لها ايه الحل؟ ان هي تدخل وسيط يصالحه، يصالحهم يعني ايه؟ يعني تكلم جارتها، تكلم مش عارف مين، تكلم حد مثلا صاحبه مش عارف حاجه كده، تخليه يجيبه، ربما يكون متكبر او حاجه، يصالح امه. ده الحل اللي بنعمله، وهو انما هي ما تروحلوش لا وما ابدا تعيطلوش. ابدا ابدا، ولا تعيط ولا تقول لمراته تخليه يصالحني، لان المفروض زوجته، هي بتقول عليها سلبيه، المفروض ان زوجته تتدخل في اسرع وقت وتجيبه وتقول له لا صالح امك، لان ده مش ينفع.
وعايز اقول لزوجته برضو نفس الرساله، اللي مثل الفلاحي اللي عندنا بنقوله، اللي مالوش خير في اهله مالوش خير في حد.